مرحبا، يوم جديد وحلقة جديدة عم ترافق نحن وانتو لنواكب آخر التطورات على الساحة الفنية. صدر الفنان تيم حسن الترند عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشره البوستر الرسمي للإعلان التشويقي لمسلسل تاج، تأليف عمر أبو سعدة وإخراج سامر برقاوي، يلي حينافس فيه قائمة أعمال دراما رمضان 2024. بدور أحداث المسلسل بفترة الأربعينيات قبل الاستقلال، وحيلعب تيم حسن شخصية ملاكم بيدعى تاج، وبيتمسك دائما بمبادئه الوطنية، وهذا الشيء اللي خلاه يتعرض لخسارة من حواليه بسبب إصراره على عدم التخلي عن قيمه وأخلاقه يلي نشأ عليها. بضم المسلسل نخبة من الممثلين على رأسهم بسام كوسا يلي بيجتمع مع حسن بعد مرور 14 سنة من ظهورهم بمسلسل زمن العار يلي يعتبر من بين أهم الأعمال الاجتماعية. ماجي بوغصن بين التعنيف والأحلام الوردية على أمل. طرحت الفنانة ماجي بوغصن صورة لجمهور مسلسلها الجديد على أمل يلي حينعرض ضمن موسم دراما رمضان 2024 عبر منصة شاهد. وظهر بالصور يلي وثقتهم ماجي عبر صفحتها الخاصة على إنستغرام أجواء الإثارة، وظهرت خلالها بشخصية يسار المرأة يلي بتتعرض للتعنيف من قبل ثلاث رجال مروا بحياتها، وهنن مهيار خضور، عمار شلق، وبديع أبو شقرة. وكان مبين وواضح أنه يسار بدت وكأنها عم بتعيش الأحلام الوردية بالبداية، بعد ما ظهرت بالمشاهد الأولى سعيدة بين الورود يلي طغى عليها اللون الزهري. بتحاول هالشخصية تحافظ على القوة وظهورها بطريقة متوازنة. علقت على صور ماجي وقالت: ما تصدق كل شي بتشوفه، ورا كل وجه وجه مخبى. ممنوع تنكسر سامح. حبيبة براد بيت تثير الجدل، وهل قلدت أنجلينا جولي؟ الجمهور عم يسأل. ظهرت إنيس ديرامون حبيبة النجم العالمي براد بيت بإطلالة جميلة ومثيرة للجدل بالوقت نفسه. اختارت إنيس تلبس جاكيت رمادي طويل فوق فستان أبيض ناعم، ونسقت إطلالتها مع حذاء أسود، وتركت شعرها البني الطويل على كتفها. هاد كان وصف الصحف والمجلات، إلا أنه تفاعل عدد كبير من الناس والفانز للنجمة أنجلينا جولي، واتهموا إنيس بتقليد أنجلينا بطريقة مباشرة، إن كان بستايلها أو طريقة ظهورها ومشيتها مع براد. إجت هاي الانتقادات بعد ما تم الإعلان عن سكن براد وإنيس سوا ببيت واحد والاستقرار بحياتهم العاطفية، وبالتأكيد ما إجا أي تعليق من براد أو من إنيس وأنجلينا. وهيك بتكون خلصت أخباري. شوفكن أنا إن شاء الله بيوم وحلقة جديدة حاملة معها أهم وآخر الأخبار على الساحة الفنية وكل شي ترند تصدر السوشيال ميديا بال24 ساعة الماضية. ومن هون لوقتها ضلكم بألف خير.